سيد سمير، أهلا وسهلا. أهلا بكم ومساء الخير لكم جميعا وصحة رمضانكم. شكرا جزيلا. بداية، ما تعليقكم على هذه الحصيلة؟ 45 حادث مرور و10 وفيات و76 جريح خلال 3 أيام فقط من شهر رمضان على مستوى مصالحكم. نعم، سجلت وحدات الدرك الوطني خلال 3 أيام الأولى من هذا الشهر الفضيل 45 حادث مرور كحصيلة أولية. إذن خلفت هذه الحوادث كما قلت وفاة 10 أشخاص وإصابة 76 شخص بجروح مختلفة. الأسباب اللي أدت إلى هذه الحوادث نجد الأسباب مختلفة من حادث إلى آخر، حيث احتلت السرعة المفرطة بثمان حوادث، حيث تم تسجيل 8 حوادث بسبب عدم تخفيض السرعة في المعارجات والمنحدرات ومداخل التجمعات السكانية، كذلك 6 حوادث بسبب تغافل السواق، إضافة إلى 5 حوادث بسبب السير على اليسار. إذن هذه الحصيلة حسب يعني تحليلنا على مستوى قسم أمن الطرقات بقيادة الطرق الوطني، نجدها بأنها حصيلة منخفضة عن سابقتها، أي عن 3 أيام لشهر رمضان لسنة 2022، حيث سجل انخفاض في عدد الحوادث بحوالي 8 حوادث، إضافة إلى انخفاض في عدد القتلى ب 14 قتيل. لاحظنا خلال 3 أيام لشهر رمضان لسنة 2022 تسجيل 24 قتيل خلال 3 أيام، حيث كانت يعني حصيلة ثقيلة. أما في ما يخص عدد الجرحى فنلاحظ ارتفاع في عدد الجرحى ب 11 جريح. إذن هذه الحصيلة هي منخفضة عن رغم يعني تصادف أو مصادفة دخول شهر رمضان بعطلة نهاية الأسبوع وكذلك بعطلة التلاميذ العطلة الربيعية، صحيح. إلا أنه تم تسجيل 10 وفيات و 45 حادث مرور، أما عدد الجرحى فكان 76 جريح. إذن ما زالت هذه الحصيلة منخفضة، ولكن رغم انخفاض هذه الحصيلة إلا أن المجهودات ما زالت لم تبلغ مستوى إيجابي. إذن فلا بد من تكاتف الجهود من أجل تخفيض فاتورة حوادث المرور إلى أقصى مستوياتها. لازلنا نشاهد حوادث مرورية مروعة عبر شبكة الطرقات، لازلنا نشاهد يعني أشخاص يقودون مركباتهم بسرعة فائقة، سرعة جنونية حسب المعاينات الميدانية من طرف وحدات أمن الطرقات. هناك من يسير بسرعة 180 كيلومتر في الساعة، وهذا شيء خطير وخطير جدا. 28% من نسبة حوادث المرور كان سببها هو السرعة المفرطة. إذن لابد من وضع ميكانيزمات وإجراءات صارمة من أجل محاربة هذه السلوكيات السلبية والمخالفات الخطيرة التي تودي دائما بضحايا عبر شبكة طرقاتنا. طيب أستاذ سمير أو رائد سمير بوشحيط، وش هي أبرز التوصيات اللي ممكن تقدموها للسائقين اليوم لتجنب حوادث المرور؟ بالنسبة للتوصيات التي أود تقديمها إلى مستعملي الطريق خاصة وإلى جميع المواطنين بصفة عامة، إذن ما هي الأسباب اللي تؤدي إلى حوادث المرور خلال هذا الشهر الفضيل؟ هناك 3 أسباب رئيسية كما تعلمون، هي السياقة رغم شعور السائق بالتعب والإرهاق ونقص التركيز والانتباه، إلا أنه هناك من السواق من يستمرون في السياقة لمسافات طويلة، وخاصة أصحاب مركبات الوزن الثقيل وحافلات نقل المسافرين ليشغلوا مسافات بعيدة أكثر من 600 كيلومتر، إذن يجب أخذ قسط كافي من الراحة. كذلك بالنسبة للسرعة، أتكلم عن السرعة المفرطة هنا اللي راهي خاصة قبل دقائق من الإفطار، هناك من السواق من يقودون مركباتهم بسرعة فائقة والقيام بالمرور العشوائي بين المركبات والتجاوز على اليمين وتغيير الاتجاه دون إشارة، هذا إذن عامل رئيسي في وقوع حوادث مرورية خطيرة، إذن ضرورة تجنب هذا الفعل. كذلك نصيحة أخرى لا تقل أهمية عن سابقيها، وهي ضرورة تجنب المناورات الخطيرة في الطرق بكل أشكالها، بالنسبة للدراجات النارية كذلك، وبالنسبة
بالنسبة لجل أصناف المركبات، خاصة كما قلت خلال الوقت الذي يسبق الإفطار. بالنسبة ليقودوا مركباتهم في الصباح الباكر، أقول لهم يعني ضرورة التركيز أثناء قيادة المركبة ووجوب الحضور الذهني أثناء تولي مقاليد السياقة خلال الصباح الباكر. وهو كذلك، نشكرك جزيل الشكر السيد الرائد سمير بوشحيط المكلف بالاتصال بمركز الإعلام وتنسيق المرور.